انت كابتن وكابتن ابو الدهب مع بعض. ماشي. طيب خلينا نبتدي بفقره نمبر 1 يا كابتن بافضل مدرب وطني للنادي الاهلي من وجهه نظر كابتن انور سلامه، كابتن فتحي مبروك، كابتن حسام البدري. يعني كابتن انور سلامه. كابتن كمون. الكابتن حسام البدري لانه حقق بطولات كتير مع النادي اكتر من كابتن انور واكتر من كابتن مع طبعا أفريقيا. مع احترامي ليهم طبعا طبعا مدربين كبار طبعا. افضل صفقه للاهلي الموسم ده كابتن بيستا وحسام حسن عوده احمد عبد القادر. يعني شايف الاثنين يا فاروق بيرستا وعبد القادر، لكن انا بيرستا كابتن ده عبد القادر مستقبل النادي الاهلي وقايم بدور كبير جدا، لكن لازم موسيماني يديله بقى ماتشات كتير. افضل مشاركه للاهلي من وجهه نظرك كابتن حتى الان 2006 2020 ان شاء الله 2021 يعني لسه يا 2006 كابتن. ماشي 2006 ماشي. انت ما حققت برونزيه هنا وحققت برونزيه 2020 بس انت بتشوف المستوى الفني في الوقت ده. لا احسن 2006 الجيل بتاع مين احسن 2000 بتاع ابو تريكه. طيب لاعب كان يستحق الفرصه في الاهلي كابتن كهربا، احمد ياسر، ريان، عمرو جمال. احمد ياسر ريان فرو. كابتن كمون. احمد ياسر ريان طبعا فرويد قوي جدا وفي تركيا استفاد. كهربا لا يعني كهربا لعيب كويس وكان موجود لكن النادي الاهلي ما استفادش منه. كهربا خد فرص كتير يا فرو. لا خد فرص كتير من وجهه نظرك كابتن. لما خد فرص كتير بقى كويس الراجل قعده تاني. لا اصل خلي بالك انت بتتكلم طلعه. لا انت بتتكلم احمد ياسر ريان كويس قوي في الاهلي وفي الجونه وراح تركيا مكسر الدنيا، يعني الراجل ده مظلوم. طيب افضل محترف عربي في الاهلي حتى الان يا كابتن من وجهه نظركم انيس بو جلبان، علي معلول، وليد ازار. علي معلول يا فندم. علي معلول طبعا. علي معلول طبعا اكيد. حبايب الكباتن نورت وشرفت كابتن كمون وكابتن ابو الدهب. ان شاء الله كده نشوفكم دايما على خير وان شاء الله عقبال ما يجي ماتش كاس العالم بامر الله بامر الله بامر الله يكون فريقنا مستعد منتخبنا مستعد. بيقول لك ما تعطس تاني واحنا لا الحمد لله انا عطست مره الدنيا اتقلبت الدنيا اتقلبت طبعا نعمل ايه؟ طب اعمل ايه؟ بعطس انا مش بني ادم وبعدين ايه؟ انا دخل عليا 1.5 مليون مشاهد. نورت وشرفت يا كابتن. كمونة نزل تحت الترابيزه نزلت اعمل ايه؟ الواحد كان اصلا زعلان يعني. نور شرفت كابتن. خلينا نقول بامر الله يعني هارد لك للنادي الاهلي النهارده وبامر الله الماتش اللي جاي يقدر يحقق البرونزيه. وزي ما قلنا مشاركات النادي الاهلي الكبيره والدائمه في كاس العالم للانديه يعني بتتكلم عنه دايما. النادي الاهلي كبير ويمكن من الانديه القلائل اللي شاركت بهذا الكم من المشاركات في بطوله كاس العالم، وبالتالي طبعا بيشرفنا وبيشرف مصر النادي الاهلي. ان شاء الله هيكون بكره حلقه جديده ولكن مع كابتن اسلام صادق معاكم ان شاء الله. تصبحوا على خير.